ايه بس مالك؟ مالي ايه بس يا محروس؟ مالي ايه؟ بقى دي الفرح ده؟ دي اجل واحدة في البلد اتعمل لها فرح احسن من ده مليون مرة. بس مفيش حد في حلاوتك ولا في جمالك يا فوزية، ولا حد في البلد دي حظه زي حظي. لا انا مجهورة. ولا حد لبس الذهب اللي انتي لابساه ده يا فوزية. شفت عبد الحكيم وجمال هداياه؟ عبد الحكيم وجمال هدايا؟ هو يعني كان دافع حاجة من جيبه؟ تقصد ايه؟ لا مقصودش، خلينا في اللي احنا فيه. لا اعرف الاول تقصد ايه؟ اقصد ان احنا لو بصينا على الفلوس فانت اللي ليكي كتير قوي راسك براسه، واذا كان يعني هو بيديكي حاجة ولا بيجيبلك حاجة فده مش من جيبه، ده حقك يا فوزية. ايوه بس ما كانش مجبر يعمل كده. طبعا صح، انت بتتكلمي صح، ربنا يخليهولك ويحميه، بس انا حبيت اقولك علشان بس تبقي فاهمه ان محدش له عندنا حاجه ولا خير علينا في حاجه. بصراحه يا فوزيه بقى انا حاسس ان انا مقصر معاكي وصغير. لا ما تقولش كده، مش مهم مين جاب، المهم اللي في القلب. والصراحه يعني هو الفرح صح كان مزعلني، بس المهم اننا بقينا مع بعض. بس أنا عاوزك توعدني. أوعدك؟ أيوة أوعدني إن أنت تبقى حنين عليا وتحطني في عينك وما تزعلنيش أبدا. أزعلك؟ إلهي لو زعلتك لا يجيلي شلل الرعاش. إلهي لو زعلتك ولا بصيت لواحدة غيرك عيني دي تتنفخ لبرة كده وتقع ما شوفش تحت رجليا. بعد الشر هتجوز بعون إياك. المهم بس تفضلي راضية عني.